ظاهرة المهاجرين من دول الجنوب الجارة تشهد هذه الأيام انتشارا رهيبا عبر مختلف ولاية الوطن، فشوارع ولاية البوليدة وطرقاتها الرئيسية أصبحت تجمعا لهؤلاء. في كل بلاصة خويا، في كل فيروش تسيبهم هذوما خويا عادل، وش راح نديروا لهم؟ تعطوهم منك توما؟ نعطوهم سداكة سداكة وخلاص. خويا دوز عليهم، لازم تحن عليهم كاش حاجة، فهمني؟ لازم كش ما تعطي لهم. وش حبيت نقول لك؟ هنايا جاتو هاد البلاصة هذيا، كاين بزاف هنايا، وين تروح تلقاهم؟ هم هما ولادهم قام يقعدوا هنايا، ربي يجيب الخير وخلاص. تواجدهم هنا بمدينة الورود لم يقتصر على التسول فقط، بل تعداه ليصل لتعطيل حركة المرور، فضلا عن غسل زجاج المركبات أثناء توقفها مقابل دينارات قليلة. هما يحليلهم وحنا يحلينا، وربي يفرج عليهم وربي يفرج علينا. ما مدونا ان شاء الله دير لهم حل هذو، ديروا مكان بلاصه تخصص لهم مكان. تواجد هؤلاء المهاجرين بالجزائر يدل مره اخرى ان الامن والاستقرار الذي تعيشه بلادنا حولها الى وجهه لكل من ذاقت بهم الحياه في بلدانهم.